بكل صراحة أنا ضد الفكرة. علاش لا؟ إذا كانت دائما المرأة كتقلب على رفيق لحياتها، ولكن فاش تكون مثلا كتلقى مع واحد الإنسان غير هكاك، اللهم يتلقاو بطريقة شرعية وتكون نقية. المرأة حتى هي إنسان ومن حقها تعيش حياتها كيف ما هي. وفي الحقيقة الزواج ما عنده لا سن لا أنا. زواج كاين توافق ما بين جوج الناس، مرا وراجل، وكيحسوا براسهم بانهم يقدروا مثلا يمشوا بجوج في مسيرتهم الحياه. علاش لا؟ المهم تيقلب الانسان على اللي والمو وليوته، ماشي عيب. عمرها ما كانت عيب لا في الدين ولا حتى في التقاليد. بالنسبه للناس المغاربه انا كنعرف ناس اللي هما كانوا عندهم سن مع ذاك كبير، ماشي زعما، وداروا حياة، داروا عودوا وتزوجوا. هي تجربة بالنسبة لي أنا جديدة، لأنه كنلعب تقريبا مع وليداتي صغيورين، لأنه تقريبا بيني وبينهم واحد العمر كبير بزاف، وكيحترموني كيقدروني. هي كانت تجربة زوينة ممتازة، وحتى بالنسبة لي أنا كنشوف كنقيس راسي واش باقي زعما نقدر نعطي بواحد الشكل حيوي ونشاط، ومثلا وكنمشي لشي طرق اللي هي ما عاد كنقول لك. المهم كاين تغيير وكاين جديد حتى بالنسبه لي انا كممثله في الاعمال ديالي. كانت ولاد علي كان عمل ممتاز ورائع بزاف، عاد حسيت بالقيمه ديال هادوك الناس، وزعما وليدات مجتهدين تبارك الله عليهم مبدعين. وبالنسبة حتى الحركة المسرحية اللي درت معهم كانت في المستوى، وكنت كنتمتع، ماشي كان هي شغل، ولكن كنت كنتمتع وانا قريبة من داك الشباب. زعما كانوا كلهم رائعين وتبارك الله عليهم، انا كنشجعهم بزاف بزاف، ولما لا مازال تعرض معاهم ان شاء الله باذن الله. الا كانوا هما باقيين راغبين يشتغلوا معايا ان شاء الله يكون اعمال اخرى ان شاء الله مستقبليه. هي الانسان الا ما كانش قريب من مثلا ما يقدرش الانسان يحكم على شي واحد اخرين الا ما كان قريب ليه. انا هادشي ما كانش كيبان ليا، ودائما ملي كيشوف الانسان واحد، كاين شي ناس ملي كتشوف شي واحد ناجح وشاد طريقه كيدخلوا شي شويه الهضره الخاويه. انا ما باين ليش داك الشيء، المجموعه كما هي، وكيكون مثلا كيكون واحد الوقت تيكون واحد الخلاف، ولكن هما كعائله زعما بكل صراحه باقي لبعضياتهم، باقي كيتشوفوا، باقي مجموعين، ما كاين حتى شي حاجه من داك الشيء اللي كيتقال. انا في وسطهم عمري ما شفت شي شجار بيناتهم شي ولا، ومن بعد ما كان داك الشيء اللي كان دا في المواقع الالكترونيه وداك الشيء، ولكن انا كيجيني بسيط عادي، لانه دابا تيدخلوا حتى ما بين الخوت، حتى ما بين المراه وولادها كيدخل داك الشيء كثير اشاعات، وشي يمشي كيقول من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا، وحتى كتكثر تيقول ليه ملي كطيح البقره ولا شنو كتكثر وجنه، وعاد اشاعات الله يهدينا وصافي. ما بالنسبة لهم كفرقة تبارك الله عليهم غاديين زويونين، كيتعاونوا بعضياتهم رائعين. أنا كنتمنى إن شاء الله باش تبقى المجموعة كما هي في المستوى. كنقول لجمهور الدار والمتتبعين هذه القناة، تنقول لهم رمضان مبارك سعيد بالصحة والسلامة والعافية وطول العمر يا ربي، والنجاح للوليدات، لأنه غادي دابا هذه الوقت ديال الامتحانات، وأنا كنتمنى إن شاء الله بأن الوليدات المغاربة كلهم يكونوا متفوقين يا ربي، أمين، والمغاربة كلهم السعادة والهناء وراحة البال يا ربي. وتحية طيبة فضيلة بموسى، كتبارك لكم رمضان، تبارك الله عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.